الرحمن الرحيم. المعلم حسن، احنا الحمد لله كنتمي لواحد العائلة اللي هي متجذرة في هذه الصناعة التقليدية الخاصة بالمسائل ديال التبوريضة. وكما كيعرف الجميع راه الحمد لله الناس الباردية هما اللي الخير في المغرب، راه تيعرفونا وتيعرفوا العائلة ديالنا والإخوة وكل شيء. حنا كنتميو لواحد المنطقة اللي كنفتخروا بها، منطقة سيد المختار واللولة بالسبع اللي تابعة لعمالة شيشاوة. هذه المنطقة مشهورة ومشنوعة بالصناعة التقليدية أبان عن جد، يعني تاريخ. أنا والإخوة ديالي تعلمنا من عند الوالد الله يطول في عمره، وتا هو خلى البصمة ديالو في هذه الصناعة، والوالد ديالي تا هو تعلم على جدي وكان داك الشيء وراثي. وحنا الحمد لله راه معروفين في هذا الميدان ومعروفين في أوساط مالي الخير. سي حسن، اللي معروف عليكم انتم اختصاصيين في تزيين البندقية ولا كيتسميوها البار ديال المكحلة؟ هو اصلا سيدي بالنسبة للبندقية هي المكحلة كما كيعرف الجميع كتكون من جعبة وزناد وحاضي وسرير وراية ديال، يعني اما تكون عظام ولا عاج ولا ميكا، هذا هو يعني المكونات ديال المكحلة. في نطاق التزيين احنا الحمد لله ماشي غادي نشكروا الكروسنا، لا انا ولا الاخوة ديالي، اكتسبنا واحد المهارة في هذا الميدان هذا، كنحاولوا يعني المكحلة ردوها في واحد كما تيقولوا في واحد الحلة جميلة، لا في نطاق العود ولا في الزواق اللي كنديروا ليها في العود بالعظم، ولا في نطاق الرباطي. بالنسبة للرباطي اما معدن اما نقرة. وبالنسبة يعني العملية اللي يعني هذه المهنة اللي الحمد لله كنفتخروا بها وكنعتزوا بها والحمد لله والشكر لله تعالى عليها، راه حنا غاديين في هذا الاتجاه ويعني وكنحبوها بواحد الشكل كبير، وكنحاولوا دائما نبدعوا في هذا النطاق ديال التزيين من الرباطي في النقش على العود، في النقش في الرباطي. بالنسبه للمكحله الا كانت عندنا جعبه وزناد وجابها لنا شي واحد راه كنحاولوا نتعاملوا معها بدقه بواحد الفنيه، نقيوها يعني كما تنقولوا نديروا لها النيتواياج. المكحله خاصه اختصاصيه بالتبوريضه فقط. انا كندوي لك المكحله اللي كنزينوا ولا اللي كنخدموا خاصه بالتبوريضه، بهذا التراث ديال التبوريضه فقط. انتم ركبه سي حسن، واش غادي نقول لك حنا دابا الحمد لله هذه الميزه اللي عطانا الله تعالى ان عندنا واحد الازدواجيه حريفيه وصناعيه، وفي نفس الوقت مبليين بالتبوريضه كنركبوا وكنفهموا الحمد لله شي شويه في الخبايا ديال الميدان كما كيعرف الجميع، وعندنا الحب مقسم لا ما بين الهوايه والصنعه يعني كنركبوا. واخا سي حسن، من ضمن المشاكل اللي تتعانيوا منها لا بالنسبه للتسويق ديال المنتوج ديالكم ولا المنتوج، لانكم تتهتموا ماشي فقط بالمكله، تديروا حتى منتوجات اخرى الارتيزانات. وهو بالنسبه للمشاكل، هو الدنيا اللي قال هذاك الدنيا ما خصات مشاكل، ولكن بالنسبه للقطاع ديالنا نقدروا نقولوا لك كاينين بعض المشاكل وبعض الاكراهات اللي كنعيشوها، ما يمكنش نقولوا ما كاينينش، غير هي المساله دابا اللي في كاين المشكل الكبير، وهو الانسان ملي كتقول ليه المكحله يعني هذاك الانسان سواء يكون مواطن او لا على نطاق السلطه ولا على اي واحد خصو يفرق ما بين المكحله. هذه راه مكحله خاصه بالتبوريضه، يعني كنخدموها وكنتحفوها وكنتعاملوا مع الناس اللي تيزاولوا هذه الهوايه في نطاق تبوريضه لا اقل ولا اكثر. وبالنسبه للمشاكل يعني كنلقاو مشاكل بعض الخطرات كتكون الا بغيتي مثلا صوبتي شي مكحله ولا شي منتوج ولا شي سكين ولا شي حاجه وبغيتي تحاول تواصل مع مولاه، لانه كتعرف الصنعه كما تيقولوا الاولين، الصنعه راه سميتو كما تيقول واحد الكلمه العشاء منه، كيقدر المعلم يصوب واحد البياسه وكيكملها ويوصلها لمولاها باش حتى هو يتمعش منها. كيلقى عراقيل على مستوى السلطه يقدروا يوقفوك منين جات كاد المكحله فين غادي بها، هذا سلاح، يعني كاينين بزاف ديال المسائل. وحنا كصناع تقليديين كنعيشوا هذه الظروف، كنعيشوها بواحد يعني بواحد المعاناه كبيره، وما كرهناش نلقاو ناس اللي يتفاهموا معنا هذه المسائل. تعرضوا للمضايقات، بزاف ماشي شويه، في التنقل بزاف، التنقل في بزاف ديال الحوايج بزاف. من ضمن هذه العراقيل اللي تعرضتوا ليها؟
وكيما قلت لك دابا راه بالنسبه الا بديت تواصل مع شي واحد ولا مثلا بديت تمشي تجي تسلعها لشي واحد ولا بديت تجي بلاصه لشي واحد راه كتلقى المشكله تحطي الا لقاك المخزن هز راه كيدير معاك تحقيقات وداك الشيء. وحنا الحمد لله معروفين حنا صناع كنزاولوا هذه الهوايه ابا عن جد معروفين على الصعيد الوطني يعني ما كنقدر نقول لك ما خص كاع الانسان يشك فينا او لا اللي كما تيقولوا دار لنا شي علامه ولا ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لك يعني بغيتو شي حل هاد ما كرهناش هاد الشيء يعني الناس اللي كي يعني الناس اللي واصلين على هذا القطاع ولا الناس اللي عندهم نقدر نقول لك غير على هذا القطاع يعني يتواصلوا مع الناس المسؤولين يحاولوا يلقاو لنا شي حل. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم البيض محمد من تعاونيات الموروث الاصيل لتزيين البنادق والسيوف والمسائل اللي كتعلق بالتبوريضه. حنا كنديروا التزيين اللي هو من الفضه، هذه كنقولوا لها الربطه ديال دق الركاب، هذه كنقولوا لها الربطه ديال المتصوله، وهذا الشيء كنزينوا به كحلا بحال ما هكذا. هاد الزواقه كنقولوا لها الزواقه ديال الرميشه، وهذه كنقولوا لها الربطه ديال دق الركاب بالرميشه، وكنصوبوا السيف حتى هو اللي فيه هذه كنقولوا لها حتى هي الرميشه. هذا السيف اصيلي اللي كيركب به الفارس وكيتعطى في الهدايا وكيتعرض في المتاحف. حنا كنحافظين على هذا الموروث ديال التزواق والصناعه التقليديه اللي كان وكنديروا الخنجر حتى هو اللي كنرمو اللي كان نصوبوا ليه حتى هو القبضه ديال العاج والنقره وتزواق القديمه، وكنديروا الترميم ديال الخنجر. هذا مثلا السيد جاب لنا خنجر خصنا نرموه حتى هو كنسين كنرمموا فيه. هذا الخنجر دابا جابوا لنا السيد باننا بغينا نرموه لان ضاعت ليه هذه البياسه وضاعت ليه هذه، وحنا اي هذا حتى هو كنصوبوه لان مسائل ديال الترميم. والمالي الخيل والبازريه والمالي المتاحف بحال مثلا هذا، ها هو ضاعت ليه هذه البياسه، ضاعت منه هذه البياسه وهذه قديمه وهنا قديم. وهذا السيد جابوا لنا ما لقيش اللي حط ليه هذا التزواق اللي كاينه هنا، هذا النقش اللي حنا دروكا كنوروه للاحفاد ديالنا والوليدات ديالنا باش غادي يبقاو محافظين على هذا الموروث الاصيل في هذه تعاونيات الموروث الاصيل. وكنشكروا هاد القناه اللي زارتنا اليوم وكتعرف بهذا المنتوج ديالنا، والسي عمر حتى هو راه كيدير النقش غادي حتى هو تشوفوا كيفاش كيدير تزواق. وحنا هاد الشيء راه كنصوبوه من الاول حتى الاخر، حتى السياخت وحتى الزنايدي راه مبديه من الخاتم اللي كيلبس الانسان للطانقه للدبليج للتزيين ديال المكحله. حنا كنديروا هذا الموروث ورثنا على الاجداد ديالنا اللي هو الحاج مبارك، وكنعلموه للناس، ولقينا لقينا الناس الشيوخ ديالنا، لقينا الحاج علي الامين ديالنا الله يعطيه صحته وكيزاول هذه المهنه، لقينا المعلم احمد، لقينا المعلم محمد بوخو، لقينا بزاف ديال المعلمين اللي حنا تابعين هذا النهج ديالهم. وكنطلبوا من الناس المسؤولين بهذا الاعتراف ديال اليونسكو باش يديروا لهذه الصنعه واحد الاعتراف وباش يديروا لها واحد القيمه. وحنا الحمد لله بالمناسبه اللي دير سيدنا هذا الشيء ديال التبوريضه وهذا الشيء راه حنا منتعشين وخدامين وبخير وعلى خير. تجات هذه الجائحه هي اللي القاديه شويه، ونطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء والله ينصر سيدنا. السلام عليكم، انا عمر البيض ولد المعلم محمد البيض ولد الحاج مبارك البيض، ترعرعت في واحد الاسره جامعه بين الصناعه والتبوريضه. الصناعه كتزين لوازم التبوريضه، جميع اللوازم منها السيف منها المكحلة منها الخنجر، وانا نقاش نهقش يعني الزخرافة عن على النقرة بحال هاد الشيء هذا، وفي نفس الوقت بارجي حاصل على الميدالية النحاسية لجائزة الحسن الثاني 2019. فرقت من؟ فرقت ابو العون سطات الدار البيضاء سطات. بديت في هاد الحرفة هادي من 2015، كنت كنقرا ولكن حبيت هاد الحرفة هادي. منين حبيت هاد الحرفه هادي دخلت ليها، بدا الواد كيعلمني شويه بشويه حتى تصنعت، ودابا كندير الرئيس ديال تعاونيات الموروث الاصيل، وبجينا في هاد الحرفه هادي والحمد لله حنا غادي ومتشبتين بها باش ما تنقرض، وغادي نبقى نعطي هاد الشيء هذا، غادي نعطيه لولدي وولدي باه يعطيه لولدو وولدو باه يعطيه لولد ولدو، وغادي تبقى هاد المسيره هادي لا تنتهي. وشكرا. هو اللي نقدر نقول لك
حنا بعدا بالاول كنفتخروا بهذا التشريف وبهذا الاعتراف ديال هذا الموروث اللي كان حنا كنمثلوا كصناع تقليديين من المكونات ديالو، صناع تقليديين اللي غادي في هذا المجال ديال التراث وكاح السكاك اللي خاصين بهذا التراث ديال الطبويه. كنفتخروا بهذا الاعتراف على مستوى المنظمه ديال اليونسكو باش درجت هذا الموروث يعني موروث انساني لا مادي. وبالنسبه لرسالتي للمسؤولين اللي نقدر نقول لهم في هذا الباب، يعني حنا كصناع تقليديين في هذا المجال ديال تزيين البنادير السيوفه الفن التبوريضه، بغيت راه كنلقاو مشاكل في التنقل، ما كرهناش يعني تكون عندهم واحد الالتفات واحد التواصل باش يلقاو لنا شي حل في التنقلات اللي كنديرو ملي كنبغيو نمشيو عند الناس ونوصلو لهم سلعتهم، ولا كنهزو السلعه كنبغيو نتصرفو الله تعالى، خص تكون عندنا شي بطائق ولا شي رخص ولا شي تواصل ولا شي اخبار. المهم انا رسالتي كنوجهها للسلطات باش يلقاو لنا الحل في هذا الباب، لان كنلقاو شي معاناه كبيره بزاف وما كنلقاوش اللي كيتجاوب معنا. وهذه الرساله راه كنوجهها ماشي كنوجهها هكاك، لان عانينا وعانينا بزاف في هذا الباب. ومن باب الاشاره الاخوان، راه كما كتعرفوا حنا هاد العائله ديال الابيض ولاد الحاج مبارك كاخوه راه دايرين واحد القناه اللي سميتها قناه الباردي، وهاد القناه راه فيها يعني بشهاده الجميع فيها المحتوى، لا في اطار الصنعه اللي كنصاوبوا ولا في اطار دوك المعلومات اللي كنعطوا ولا دوك القصص اللي كنتشاركوا ديال المقدمين القدام، كنحاولوا ندرجوهم في هاد القناه. المهم في الاول وفي الاخر بغيت نقول لكم انه راه كاينه واحد القناه اللي كتنتظر منكم الدعم بواحد المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون كبير، وشكرا لكم. هذا يا حفاد ارد عليهم.